الخير واهلا بيكم حلقه جديده وهنا العاصمه. النهارده عندنا الخبير الدولي في الطاقه الشمسيه دكتور ابراهيم سمك، هيكون ضيفنا النهارده ونتكلم عن الطاقه الشمسيه. دكتور سمك يعني قدر ان هو يقوم بانجازات كبيره جدا كرمه عليها العالم، خاصه في المانيا، حيث المانيا اللي ما فيهاش شمس قدر ينور شوارعها بالطاقه الشمسيه ومبانيها بالطاقه الشمسيه. هنشوف افكاره ايه بالنسبه للطاقه الشمسيه في مصر. ايضا هيكون معانا بعد ذلك دكتور احمد كمالي استاذ الاقتصاد بالجامعه الامريكيه، لنعلق على الحكومه، والحكومه اخيرا خرجت من المغاره بعد اسبوع اسبوع بالظبط. انتهى التشكيل ب 13 وزير جديد او تغيير في 13 وزاره و 21 وزير باقون في من حكومه المهندس ابراهيم محلب، وتم الغاء وزاره الاعلام واستحداث وزاره للتطوير الحضري او يعني التعامل مع العشوائيات، وهتتولاها دكتورة ليلى اسكندر بدلا من البيئة. أما وزارة التنمية الإدارية فيعني خرجت من التنمية المحلية ومن الانضمام للتنمية المحلية اللي كانت مع الوزير اللواء لبيب، إلى أشرف، ذهبت إلى وزارة التخطيط مع أشرف العربي، دكتور أشرف العربي، وبقى اسمها الإصلاح الإداري. وأيضا تم فصل الاستثمار عن التجارة والصناعة ليصبح لها وزير جديد للاستثمار، وده الحقيقة خبر مهم جدا، وهو الأستاذ أشرف سلمان وزيرا جديدا للاستثمار. خلونا نشوف الأسامي الجديدة ونقول لكم معلوماتنا إيه عن الوزراء، أو خلونا نبتدي بالأسماء. طيب الأسامي الجديدة عندنا 13 وزير جديد، بالإضافة طبعا لعصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون الذي أصبح أو معاه صلاحيات وزير، لكنه التايتل بتاعه رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون بعد إلغاء وزارة الإعلام. إذن كانت درية شرف الدين هي آخر وزير إعلام في مصر. آخر وزير إعلام في مصر كانت درية شرف الدين، والآن ألغيت، تم إلغاء وزارة الإعلام طبقا للدستور. هيبقى فيه بس اتحاد الإعلام، أو هيبقى فيه دلوقتي بس اتحاد الإذاعة والتلفزيون. إذن مع المرشحين مرشحين حتى يتم يعني حلف اليمين غدا صباحا، والحلف اليمين الساعة كام؟ الساعة 7 الصبح. دي وزارة 7 الصبح بإذن الله، هيروحوا يحلفوا حوالي 7 الصبح أمام الرئيس السيسي، وربنا معاهم بقى، هيصحوا بدري ويشتغلوا كتير، وده المطلوب منهم الحقيقة في الفترة المقبلة. حسام المغازي مرشحا للري بدلا من الدكتور محمد عبد المطلب. المهندس هاني ضاحي مرشحا للنقل والمواصلات بدلا من الدكتور إبراهيم الدميري. الدكتور جابر عصفور مرشحا للثقافة بدلا من الدكتور محمد صابر عرب، وطبعا دكتور محمد صابر دكتور جابر عصفور يعني شخصية معروفة، وكان بالفعل وزير ثقافة سابق في 2011. دكتور السيد عبد الخالق وزيرا للتعليم العالي بدلا من الدكتور وائل الدجوي. المستشار محفوظ صابر وزيرا للعدل بدلا من المستشار نير عثمان. المستشار ابراهيم الهنيدي للعدالة الانتقالية ومجلس النواب بدلا من المستشار أمين المهدي. والدكتورة نجلاء الأهواني وزيرة للتعاون الدولي بعد فصل الوزارة عن وزارة التخطيط. كان الدكتور أشرف العربي بيتولى التخطيط والتعاون الدولي، دلوقتي تم يعني فصلها وأصبحت وزارة التعاون الدولي تحت رئاسة الدكتورة نجلاء الأهواني. السفير سامح شكري للخارجية بدلا من السيد نبيل فهمي، ونتكلم في هذه القضية بعد قليل. السيد أشرف سلمان وزيرا للاستثمار بعد فصل الوزارة عن الصناعة والتجارة. الدكتور شريف حماد وزيرا للبحث العلمي بعد فصلها عن وزارة التعليم العالي. ممدوح الضماطي وزيرا للأثار بدلا من دكتور محمد إبراهيم. دكتور عادل البلتاجي وزيرا للزراعة بدلا من الدكتور أيمن أبو حديد، وزي ما قلنا لكم عصام الأمير يدير ماسبيرو وبصلاحيات وزير ورئيسا لاتحاد الإذاعة والتلفزيون. مين اللي فاضلين أو مين الباقين؟ 21 وزارة باقية.
أو 21 وزير باقين. الفريق أول صدقي صبحي وزيرا للدفاع، اللواء إبراهيم يونس وزيرا للدولة للإنتاج الحربي، اللواء محمد إبراهيم وزيرا للداخلية، السيد حسام كمال وزيرا للطيران، اللواء عادل لبيب وزيرا للتنمية المحلية. هنا اتفصلت التنمية الإدارية وأصبحت مع الدكتور أشرف العربي، دكتور أشرف العربي وزيرا للتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري. إذن التنمية الإدارية ذهبت إلى أشرف العربي. السيد منير فخري عبد النور وزيرا للصناعة والتجارة فصلت عنه، والمشروعات الصغيرة أيضا بقى مع منير عبد النور، يعني اختصاص المشروعات الصغيرة، وده اختصاص مهم جدا في المرحلة المقبلة. فصلت عنه وزارة الاستثمار، وده الحقيقة برضو شيء كويس لأنه محتاجين وزير منفصل للاستثمار في الفترة المقبلة. هاني أدري وزيرا للمالية، المهندس شريف إسماعيل وزيرا للبترول، السيد عاطف مهندس عاطف حلمي وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، دكتور محمد مختار جمعة وزيرا للأوقاف، المهندس مصطفى مدبولي وزيرا للإسكان، دكتور عادل العدوي وزيرا للصحة، السيدة غادة والي وزيرة للتضامن الاجتماعي، السيد خالد عبد العزيز وزير للشباب والرياضة، دكتور خالد حنفي وزيرا للتموين، هشام زعزوع وزيرا للسياحة. وكان في كلام كتير عن وزارة السياحة وترشيحات مختلفة، لكن واضح ان مهندس محلب استقر مرة اخرى على الإبقاء على هشام زعزوع. دكتور محمود أبو النصر وزيرا للتربية والتعليم، دكتور ناهد عشري وزيرا للقوى العاملة والهجرة، دكتور محمد شاكر وزيرا للكهرباء والطاقة المتجددة، دكتورة ليلى اسكندر اللي هي أصبح معاها شؤون التطوير الحضري وأي التعامل مع العشوائيات، وخرجت من البيئة التي ذهبت إلى الدكتور خالد فهمي. والدكتور خالد فهمي كان وزير بيئة قبل ليلى اسكندر. إذن بنتكلم على 34 حقيبة، 34 حقيبة بالضبط موجودين معنا، هي الوزارة الجديدة 34 حقيبة، عندنا 13 وزير جدد و21 وزير باقين، وزارات فصلت، وزارة استحدثت، ووزارة تم إلغائها هي وزارة الإعلام. طيب خلونا نبدأ في الاتصالات الهاتفية، وبعد قليل نديكم بعض يعني التوضيحات والتحليلات لشكل الحكومة، سن الحكومة، إيه الاختيارات تمت على أي أساس، ونشوف رأي أيضا المحللين. معي على الهاتف السيد أشرف سلمان وزير الاستثمار الجديد أو المرشح لوزارة الاستثمار الجديد. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم. أهلا بيك والله يكون في العون. ربنا إن شاء الله يكون في عون مصر كلها، وأنا أعتقد السنتمنت والفترة اللي عدت بيها مصر اللي فاتت صعبة، إن شاء الله بإذن الله تعالى هيكون لها أثر طيب في المستقبل القريب إن شاء الله. طيب خليني بس في دقيقة أشرح للناس يعني بعض التفاصيل عن حضرتك. يعني السيد أشرف سلمان كان له باع طويل في الاستثمار في الأوراق المالية، يعني آخر تايتل كان أنه كان رئيس القاهرة القابضة للاستثمارات المالية، له تعاملات عديدة مع المستثمرين من كافة الجنسيات، وكان أعتقد عضو منتدب للعربي الافريقي على ما اعتقد استاذ اشرف، مدير عام يا فندم العربي، مدير عام العربي الافريقي. لكن معلوماتي ان حضرتك بتقدم ايه، 18 استقاله دلوقتي؟ طبعا انا بكوني عندي اكسبوجر في منطقه الخليج وبره، كان جهات كثيره جدا بتطلب لي من ذوي الخبره عشان اقعد على البورد ساعتها او على مجالس ادارتها، فانا عندي بالفعل 18 تمثيل في مختلف الجهات الخاصه والجمعيات المهنيه زي الجمعيه المصريه للاوراق الماليه وبعض الجهات الاخرى اللي بالانتخاب. فحاليا وفقا لقانون تعارض المصالح، واعتقد ان ده من مكاسب اللي عدت الفتره صحيح. اللي فاتت، انه على الاقل قدرنا ننظم شيء نقدر بيه نأتراك كاليبرز كويسه تدخل الى الدوله وتضيف او تحاول الاضافه مع المجموعه الوزاريه الموجوده. قانون تعارض المصالح بيجبر اي مسؤول حكومي هيترشح لهذه الوظيفه انه يقدم استقالته من هذه الجهات، ولقد قمت بالفعل النهارده بكتابه استقاله من ال 18 جهه اللي كنت بمثل فيها من ذوي الخبره. وايضا بيجبرنا القانون، طبعا انا رئيس تنفيذي للمجموعه القاهره للاستثمارات الماليه واملك اسهم في هذه المجموعه،
حصه هذه الاسهم تبلغ النهارده حوالي 4%، وطبعا من ضمن الاجراءات ان انا لازم اطرح هذه الاسهم للبيع على المساهمين حتى لا يصبح عندي اي نوع من انواع تضارب المصالح. وهذه الاجراءات بالفعل بعد ما قابلت معالي رئيس الوزراء النهارده بدات اقوم بيها، بحيث ان انا اقدر انفذها بكره بعد التعيين الرسمي وحلفان اليمين امام السيد المشير رئيس الجمهوريه غدا ان شاء الله. ده كلام مهم جدا، وبالفعل قانون منع تضارب المصالح قانون يعني مهم، والحقيقه انه بيسمح لنا بالفعل بمنع تضارب المصالح وفي نفس الوقت باستخدام كاليبرز او استخدام ناس ذوي كفاءات والفصل بين يعني ما يمتلكونه وبين عملهم. الحقيقه بشكرك على هذا التوضيح في بدايه عملك فندم. طيب لكن خليني أقول لك بقى، يعني لما عرض عليك هذا الترشيح ويبقى ترشيحا بصراحة حتى تقسم اليمين أمام الرئيس غدا بإذن الله، واضح أن أنتوا هتروحوا إيه 6 الصبح سمع حاجات كده أرقام ربع إن شاء الله. طيب يعني بصراحة في رأسك وال يعني ونحن نمر بفترة اقتصادية صعبة، إيه أهم هدف بتفكر فيه دلوقتي وأنت مقبل على هذه الوزارة الجديدة؟ والله يا فندم انا من عاشقي مصر، وما اعتقدش ان انا لوحدي اللي من عاشقي الاستثمار في مصر، اعتقد انه كثيرين عاشقين الاستثمار في مصر، وده نتيجه للريتيرنز اللي بتتعمل في مصر. الحقيقه اما نحط مصر على الجراف مع العالم كله هنلاقي ان الكومباوندد انيوال جروث ريتيرن، يعني معدل العائد المركب للعوائد في الاستثمار في خلال 3 سنوات، هنلاقي مصر بتيجي في المرتبه الثانيه بعد البرازيل مثلا، ودول اخرى كثيره جدا بنبص لها واحنا باصين لها فوق ونقول يا نفسنا نبقى زيها، ولكن العوائد في هذه الدول على الاستثمارات اقل من العوائد في مصر. ده طبعا بيعكسه ان المخاطر عندنا اعلى، ما فيش جدال في كده، لان هو العلم بتاع الاستثمار كله هو علم مخاطر مقابل العوائد. ولكن النظره دي تخليني اقول ايه، الله ده احنا عندنا ما نقدمه يا جماعه، مش عايزين نقلل من نفسنا. عندنا النهارده جي دي بي مع كل الظروف اللي عدت دي نما ب 1.8 و2%، يعني احنا قادرين من داخلنا من غير استثمارات مباشره من بره ننمو 1.8. طب انا عايز انمو النهارده 6 و7 و8%، يبقى لازم استخدم استثمارات مباشره. يبقى مناخ الاستثمار الفتره الجايه هام جدا، ومناخ الاستثمار الهام جدا ده لازم يسبقه بالطبيعه ان احنا نتفهم مشاكل المستثمرين الجادين، ونتفهم المشكلات ونصنف هذه المشكلات لمشكلات قد تكون مشكلات متعلقه بيروقراطيه فنحلها بسرعه، قد تكون مشكلات متعلقه بتماس بين كوردينيشن بين وزارات مختلفه فبرضه دي نقدر نحلها بسرعه، وقد تكون مشكلات النهارده دخلت في حيز التماس مثلا مع القضاء ونحن نحترم القضاء، فهنا يجب ان احنا نبتدي نقعد مع المستثمرين ونشوف ازاي نوصل لحلول وسط. وانا رؤيتي ان احنا الفتره الجايه وزاره الاستثمار ما هي الا مروج للاستثمار لمصر كلها، يعني وزير الاستثمار ده مش مهم انه يبقى لابس بدله وشيك كده وكرافته، لا ده راجل لازم ينزل يسوق للاستثمار، يبيع مصر. يعني جاي يبيع بصراحه يبيع الاستثمار المباشر داخل مصر، لان كل 50,000 دولار هيدخلوا هذه البلد هيخلقوا فرصه عمل حقيقيه، واحنا لازم نبص لخلق فرص العمل والقضاء على الفقر في الفتره القادمه. في لجنه اقرها السيد الرئيس واصدرها قرار بقانون النهارده لاصلاح التشريعات والقوانين، ومنها جزء يتعلق بالتشريعات الاقتصاديه، هل هتكون عندك اقتراحات لتسهيل المنظومه المعقده جدا اللي موجوده عندنا؟ اكيد يا فندم، يعني انا وانا ببحث اليومين ثلاثه اللي فاتوا اكتشفت ان احنا عندنا القرار والقانون بتاع نظام الشباك الواحد ده صادر اوريدي. طب نظام الشباك الواحد ازاي؟ ده احنا النهارده المحضر جوه اي حته بيروح يعتمد في شهر وفي اثنين وفي ثلاثه. طبعا البروسيس على راس الاولويات، طبعا البروسيس والميكنه في الحته دي على راس الاولويات، لان انا في الاخر بقدم سيرفيس وعايز البلد اللي بتقدم سيرفيس دي الناس تعرف ان هي المستثمر ده كلاينت بتاعها، وبالتالي المستثمر ده الجاد مطلوب منه يشغل لي عماله ومطلوب مني يعمل له نمو في الناتج المحلي الاجمالي، وبالتالي انا لازم اقدم كل الخدمات اللي بتتقدم لهذا المستثمر في الخارج.
يعني بتمنى لك كل التوفيق. الأستاذ أشرف سلمان المرشح لوزارة الاستثمار، ويعني هذا وزير سيكون عليه عبء كبير في الفترة المقبلة، لأنه يعني إذا كان الرئيس السيسي في برنامجه كان بيتكلم على قفزة في عامين، فالقفزة دي لن تتحقق إلا بمزيد من الاستثمارات عشان أقدر أحقق معدلات النمو. ده مش هيجيلنا كده فلوس بتنط، ده هيجيلنا من استثمارات أجنبية وعربية ومصرية أيضا، وده الحقيقة عبء كبير جدا، عمل كثير جدا. وبنتمنى لك التوفيق أشرف سلمان وزير الاستثمار. أيضا معي على الهاتف العائد إلى وزارة البيئة الدكتور خالد فهمي، وكان لسه ضيفنا أول امبارح. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير أستاذة لميس. أهلا بيك، والعودة إلى وزارة البيئة كيف هي؟ وأنا لم أترك وزارة البيئة، تركتها وزيرا ولكن كنت مستشارا، وبالتالي انا هفضل شغال مع وزاره البيئه بصرف النظر عن الوظيفه او عن المنصب. دي اول حاجه، دي حياتي انا اشتغلت فيها 35 سنه، وبقيت عمري ان شاء الله هشتغله في هذا المجال. كنا بنتكلم عن الطاقة الشمسية، هل وكنا بنتكلم عن الطاقة المتجددة والفرص الجديدة، هل ده هيكون جزء من عمل حضرتك في الفترة القادمة؟ جزء أهم جدا يا فندم، خليط الطاقة، جزء أهم جدا، خريطة الطاقة بالطاقة الشمسية والطاقة المتجددة والطاقة الحيوية، ثم بعض أنواع الطاقة الجديدة علينا في مصر ولكن مستخدمة في العالم كله زي الفحم والنووي. فده هيبقى بنتكلم على خريطة الطاقة، وسوف ننسق مع وزير الكهرباء ومرجال الأعمال. أنا مبسوط جدا إن حظي إن أنا حضرتك بتتصل بيا بعد مكالمتك مع السيد وزير الاستثمار الذي لم أتشرف بالمقابلة من قبل، ولكن هي دي الويف، هي دي الموجة اللي أنا كمان بتكلم عليها كبيئة. لا يمكن حماية البيئة بدون وجود اقتصاد قوي، وبدون إن إحنا يعني نطلع فرص الاستثمار في البيئة وهي عديدة، ونروج لها زي ما سيادتي بيقول بالضبط. فأنا يعني كل شوق إلى التعاون والعمل مع سيادتك. طيب كنا بنتكلم برضو من يومين على المخلفات ومخلفات البناء والقانون الجديد وتغليظ العقوبات، هل ده برضو هيكون جزء من ملفات حضرتك؟ أكيد الاستثمار يا فندم في كل حاجة. لو سيادتك تفتكري وإحنا قاعدين المرة اللي فاتت، أنا كنت بركز على الجزء الاقتصادي، بيبقى ما بيدعم الجزء الإلزامي. يعني ممكن يكون عندنا قوانين، لكن ما كانش القوانين مدعمة بحلول اقتصادية ممكنة للناس، يبقى مش هنقدر نطبق قانون. نعم. هو التضافر أو الخليط المناسب ما بين أدوات القانون والأدوات الاقتصادية. احنا منتظرين من وزارة البيئة أيضا المعايير البيئية لاستخدام الفحم. أنا عكفت بصفة شخصية، يعني بصفة شخصية بحكم أن أنا رجل بتاع اكسدات تلوث صناعي، يعني على إعداد مسودة، وأعلم أن الدكتورة ليلى والعاملين بالوزارة عاملين مسودة، هنحط المسودتين مع بعض ونناقشها، وهنناقشها مع رجال الأعمال، وهنناقشها مع جمعيات البيئة تمهيدا أنها يتم إصدارها في أقرب وقت بإذن الله. بشكرك دكتور خالد فهمي المرشح لوزارة البيئة. دكتورة ليلى اسكندر تولت وزارة شؤون التطوير الحضري، يعني هتكون مسؤولة أكتر عن تطوير العشوائيات. طيب خلونا نشوف كده، نعمل قراءة سريعة في يعني السير الذاتية للوزراء، وخليني أبدأ بالخارجية وكلمة حق الحقيقة في وزارة الخارجية، لأن يمكن يعني أنا ده وجهة نظري الشخصية البسيطة. نبيل فهمي كان وزيرا كفؤا، نبيل فهمي وزير له ثقله، نبيل فهمي رجل حين كان يدخل واشنطن أو موسكو أو أي مكان، لأنه كان سفيرا هنا وسفيرا هناك، كان الحقيقة له ثقل، كان بيخش الكونجرس ناس كلها عارفاه في الكونجرس، كان بيخش البيت الأبيض، بيخش الإدارة كل الناس تعرفه، من أصغر أسيستنت لأكبر حد، وشفنا كاري كان بيعامله إزاي كصديق، مش ك يعني رجل يأتي من دولة ورجل رسمي. هو الحقيقة يعني خدم عدة سنوات، 8 سنوات في واشنطن، وبشكره في نهاية عمله، أجبه في وقت صعب جدا، تعرض لحملات متتالية من الهجوم، لكن الحقيقة النبيل فهمي أدى أداء ممتازا في وقت
صعب كان بيتعرض فيه، ايضا لقرارات كتيره واحداث كتيره كانت بتحصل بتؤثر على علاقاتنا بالخارج، لكن لغته الدبلوماسيه فضلت لغه صامده سليمه، بيعرف يكلم الناس بالطريقه التي يعني بيحبوا يعني يسمعوها ويفهموها ايضا. فبشكره على هذا الاداء، جاء بدلا منه السفير سامح شكري، والسفير سامح شكري ايضا كان سفيرا في واشنطن، هو طبعا في السلك الدبلوماسي من سنة 76، كان مندوب مصر الدائم في مقر الأمم المتحدة بجنيف من 2005 ل 2008، وكان سفير مصر في واشنطن من 2008 ل 2012، وقبلها كان سفير مصر في فيينا وممثلا لمصر في عدد من المنظمات الدولية وسكرتيرا لرئيس الجمهورية للمعلومات، ويعني شغل أيضا له خبرة دبلوماسية كبيرة وواسعة. نتمنى له التوفيق، لأن الحقيقة أنه برضو وزير الخارجية عليه عبء كبير جدا في المرحلة القادمة. مين معنا؟ طيب الأستاذ مجدي صبحي، الخبير الاقتصادي ونائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. أستاذ مجدي، قراءتك الأولى للمرشحين للحكومة الذين سيحلفون القسم أمام الرئيس غدا صباحا؟ أنا أعتقد طبعا إن لحد كبير الحكومة أو الوزراء الاقتصاديين في الحكومة في أغلبهم كما هم، وهذا معناه أنه استمرار على الأقل للسياسات اللي بدأها هؤلاء منذ أشهر قليلة. ربما يكون التغيير الوحيد الملموس هو فصل وزارتين، وزارة التعاون الدولي بالدكتورة نجلاء الأهواني ووزارة الاستثمار للأستاذ أشرف، وبالتالي أعتقد أنه هناك استمرار لحد كبير لنفس السياسات القديمة، ولكن ربما بالتركيز أكثر في الفترة القادمة على ما يخص التعاون الدولي والاستثمار، وأنا أعتقد أن هذا له علاقة كبيرة جدا بما يطرح من مساعدات ومعونات بالذات خليجية للاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة. يعني هل تشعر ان احنا الحقيقه بندور في نفس الدائره، يعني وزراء يعني ذهبوا ثم يعودون مره اخرى، وزراء تتغير حقائبهم، يعني احنا ماشيين في نفس الدائره، والحقيقه ان الفئه العمريه لسه مرتفعه؟ أنا في الحقيقة بغض النظر عن الفئة العمرية، أتصور إنه المشكلة في مصر أن التغيير الوزاري غالباً ما يفتقد لفلسفة واضحة. بمعنى إنه كنت أفهم ضم وزارة الاستثمار إلى وزارة التجارة والصناعة في الوزارة السابقة معناه إنه ربما يكون التوجه هو الاستثمار الصناعي، باعتبار إنه السبيل الأمثل أو هو يعكس توجه الحكومة ورؤيتها لما ينبغي أن يتم الاستثمار فيه في المستقبل. لكن في الحقيقة هذا لم يحدث، يعني لم نشهد يعني تركيزا على الاستثمار في المجال الصناعي ولا حوافز الاستثمار في المجال الصناعي خلال الفترة الماضية. ربما يكون الأنسب الآن في الحقيقة هو فصل الوزارة، باعتبار أنه كما ذكرت سابقا المعونات ربما أو الاستثمارات المنتظرة بالذات من الدول العربية الخليجية ستتوزع على أكثر من قطاع، وبالتالي تحتاج إلى وزارة خاصة بها وليس وزارة الصناعة والتجارة. يعني نعلم أنه من أهم ربما المشروعات التي ستكون خلال الفترة القادمة ربما مشروعات في مجال العقارات، في مجال السياحة، ربما في مجال البنية الأساسية، ربما في مجال الخدمات العامة كالصحة والتعليم. هذه هي بعض القطاعات التي أشارت إليها الإمارات والمملكة العربية السعودية باعتبارها قطاعات قد تستطيع تمويلها خلال الفترة القادمة. أعتقد كمان أن وجود وزارة للبحث العلمي، يعني كانت وزارة البحث العلمي على ما أعتقد تابعة لوزارة التعليم العالي، فكنا أن احنا نفصل ده ونخلي وزارة البحث العلمي، ده برضو مؤشر جيد. مؤشر، ولكن في الحقيقة مشكلة وزارة البحث العلمي دائما هي افتقاد هذه الوزارة للتمويل الكافي. حقيقة لا يمكن الحديث عن وزارة للبحث العلمي دون أن يكون تحت يدها موارد تستطيع بها أن توجه البحث العلمي وتستفيد منه داخل الاقتصاد المصري اعتمادا على رؤية حكومية ما. أما ضمها لوزارة التعليم أو فصلها عن وزارة التعليم مع بقاء الموارد على حالها، أعتقد أنه صحيح.
صحيح. وزي ما حضرتك قلت الحقيقة هو ما احناش عارفين ايه فلسفة التغييرات، يعني بمعنى مثلا هل سيد رئيس الوزراء مثلا شايف ان الوزراء اللي اتغيروا دول 13 وزير اللي تم تغييرهم ادائهم كان غير جيد مثلا، اخطائهم كانت كتيرة، ما بيبقاش واضح ايه فلسفة التغيير. ده صحيح، ده صحيح لحد كبير، وبالذات هي فلسفة الدمج والفصل في الوزارات لا يتم تقديم تبرير كافي لها حتى يفهم الجمهور لماذا تم دمج أو فصل هذه الوزراء وتلك. بشكرك الأستاذ مجدي صبحي نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أيضا معايا دكتورة نهى بكر الأستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية. دكتورة نهى، قراءتك الأولى للمرشحين للحكومة كيف ترينها؟ يعني هل ده مبشرة للخير بالخير ولا شايفة أنها محبطة بعض الشيء؟ أنا سعيدة أن أكون معاك يا أستاذة لميس، وسعيدة أن احنا بنستكمل حديث بدأناه من أسبوع لما كنت ضيفة على برنامج حضرتك، لما اتكلمنا على أهمية فصل الوزارات وأنه الدمج بين الأكثر من وزارة وتحمل وزير واحد لأكثر من حقائب بيؤدي لعدم مقدرته إلى حسن الأداء والمتابعة، خصوصا مع أنه الوزارات بتستمر منفصلة بميزانيات منفصلة بنفس العاملين. أنا ليا قراءة الحقيقة للتشكيل اللي أنا شفته، أولا عدد التمثيل النسائي عدد جيد، وأعتقد أنه ده أعتقد إيه أربعة مينوها؟ وأعتقد أربع سيدات أربع سيدات، وأعتقد أن دي أكتر عدد سيدات يحصل في مصر من فترة طويلة. أنا شايفة كمان استحداث وزارة للعشوائيات ولتنمية الحضر مهمة جدا، وإدراك أنه العشوائيات هي قنبلة موقوتة، وأعتقد أن الدكتورة ليلى اسكندر ليها تاريخ طويل في موضوع العشوائيات، وأعتقد أن دخول يعني نقلها في المكان ده كان يعني مصيب جدا، لأن فعلا هو ده السي في بتاعها، ده الهيستوري بتاعها. أنا أوافق حضرتك جدا. عندي كمان الحقيقة ملحوظة مهمة جدا، هو ضم للتخطيط ملف الإصلاح الإداري والمتابعة، وإن الدكتور أشرف العربي، الحقيقة الدكتور أشرف العربي كان أداؤه مميز في الوزارتين في حتة الإصلاح الإداري لما استلم وزارة التخطيط والتعاون الدولي حين تم دمجهم، ويمكن كان عطاؤه في تنمية الوزارتين وفتح باب الترقيات وبناء القدرات البشرية في الوزارتين، وهنا أنا أحب أن أنا يعني تكون فرصة عن طريق برنامجك أن أنا أحيي وجوده في الوزارتين لأنه أنا لمستهم بنفسي في خلال الفترة دي. فالحقيقة أنه إحنا عارفين أنه عندنا عقبة. ألو؟ أيوة سامعك يا دكتور، تفضل. إحنا عارفين أن إحنا عندنا عقبة شديدة جدا في اللي تسمى الدولة العميقة، اللي تسمى البيروقراطية، كل هذه المسميات كانت معناها أن إحنا محتاجين إصلاح إداري. فأنا شايفة أنه دي الحقيقة خطوة مهمة جدا. لا، ده مش معناه أنه إحنا مش قدامنا تحديات، وتحديات كبيرة جدا، عندنا مشكلة محدودة الدخل، عندنا العجز في الموازنة، قضية الدعم، الأمن ومعضلة حقوق الإنسان، دي تحديات على المستوى القومي شديدة جدا جدا، بالإضافة طبعا للتحديات الإقليمية والدولية. نعم، بشكرك دكتورة نهى بكر الأستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية. يعني في قراءة سريعة للوزارات، مثلا عندنا دكتور سيد عبد الخالق وزيرا للتعليم العالي، قلت لكم الدكتور جابر عصفور وكان وزيرا أيضا للثقافة في مصر واستقال من منصبه 2011، نجلاء الأهواني كانت مستشار للمستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء منذ عصام شرف حتى المهندس محلب، هي مستشار اقتصادي، كانت المستشار الاقتصادي للمهندس عصام محلب، وهي أستاذ في هي أستاذ في جامعة القاهرة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة. المستشار محفوظ صابر عبد القادر وزيرا للعدل، هو رئيس حاليا يشغل منصب رئيس مجلس التأديب والصلاحية بمحكمة استئناف القاهرة، وهو رئيس محكمة استئناف المنصورة، وشغل منصب مساعد وزير العدل لشؤون التفتيش القضائي، وأمين عام اللجنة العليا للانتخابات 2010، وأيضا مستشار إبراهيم الهنيدي وزيرا للعدالة الانتقالية ومجلس النواب، يعني هو تم انتدابه مساعد لوزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع عقب ثورة 30 يونيو، وأيضا له باع في العمل القضائي في مصر، وله العديد من مشروعات الإصلاح التشريعي.
دكتور شريف حماد وزيرا للبحث العلمي، هو وكيل كلية الهندسة جامعة عين شمس لشؤون التعليم والطلاب، عميد كلية الهندسة عين شمس أيضا في 2012، وهاني ضاحي وزيرا للنقل يأتي من وزارة، كان مترأسا للهيئة العامة للبترول وشركة أنبي وشركة أنبي وشركة بترو جت أيضا. طيب ده مبدئيا كده بعض المعلومات عن الوزراء الجدد. في حاجات مبشرة بالخير وفي حاجات محبطة بعض الشيء. نقول المبشرة بالخير الأول، إنه في اهتمام بالملف الاقتصادي واضح، فصل وزارة الاستثمار هذا شيء مهم، وزارة التنمية الإدارية أصبحت مع وزارة التخطيط، وده علاقة عضوية طبيعية جدا. العشوائية الاهتمام بوزارة الاستثمار وإن يجي لها حد من قطاع الاستثمار فاهم يعني إيه استثمار، أو مباشر أو غير مباشر، ده كلام ينبئ بالخير، ويبقى في عندنا رؤية واضحة لموضوع الاستثمار. أيضا من الحاجات الدكتورة نجلاء الأهواني وزيرة للتعاون الدولي، إن يبقى التعاون الدولي أيضا ينفصل عن التخطيط، لأن الفترة الجاية يعني في كلام عن منح، في كلام عن قروض، في كلام عن تعاون دولي، صندوق أصدقاء مصر، أي سميه ما شئت، في النهاية في التعاون الدولي حكم مهم ولازم يكون ملف منفصل للاهتمام به. أيضا من الحاجات المبشرة بالخير وزارة البحث العلمي، لأن الحقيقة أن الوزارة يعني راحت كتير مع وزارة التعليم العالي ثم خرجت من التعليم العالي، أن تكون هناك وزارة للبحث العلمي وأن يرأسها يعني أستاذ بكلية الهندسة، ده الحقيقة ده شيء مبشر أيضا بالخير. طيب نروح نشوف أدان العيشة، وبعد الأدانة أقول لكم الأشياء المحبطة في هذا التشكيل.